ديري كي دايرين لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كيدوزو نهاركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرز بالعدس. غادي نحضر معكم الرز كلاصي بالعدس، كيجي زوين بزاف شلاضه او وجبه رئيسيه، كيجي زوين بزاف. غادي نحتاج للرز بالعدس، غنحتاج واحد الكاس ديال العدس اللي انايا طيبته في الماء ودرت له واحد شويه ديال الملحه. غنحتاج الرز كلاصي، تقريبا واحد ثلاثه ديال الرز كلاصي عندي، ولكن تبارك الله بارك. الرز كلاصي اللي حتى هو طيبته وسلقته في الماء وهو مليحه. غادي نحتاج هنايا بصيله اللي شلطتها، ماشي شلطتها، قطعتهاش نيت فاس. غادي نحتاج التوابل، نحتاج مليحه وسكنجبير، شويه البزار ودامتشي ديال الدجاج، وغنحتاج شويه ديال الزعفران وطبيعة الحال الزيت. اذا حبيباتي نبداو بسم الله. غادي ناخذ البصيله ديالي، غادي ناخذ البصيله وغندير ليها تقريبا واحد جوج معالق او ثلاثه ديال الزيت، غير جوج بركه، نزيد شويه صافي ديال الزيت. وغادي ندير ليها هذيك المليحه، وغادي نخلي القوام الاخرين حتى طيب ليا البصيله صافي. غادي نحطها فوق النار ونقص عليها النار ونغطيها بشي حاجه ونخليها حتى طيب مزيان، عاد ديك الساعه نتلاقى معكم. اذا حبيباتي من بعد طلعت ليا البصلات ديالي، هانتوما طاحت صغير غير هكاك، غير بوحده ما درت ليها لا ما لا حتى حاجه، غير نقصت عليها البوطو صافي وخليتها هكا طيب. دابا غادي نزيد عليها سكنجبير وشويه ديال البصل. سمح لي راه كنمشي ليها الهضره، كنمشي ليها الهضره باش تشري صافي. غادي نحركها نزيد شويه نحركها وغندير ديك البانتي صغيرة صافي. غادي نضيف العدس، غنخليها بحال هكا فوق البوطو. غادي نضيف عليها الرز ونحركها مزيان مزيان، غادي نحرك دوك المقادير ديالي مزيان صافي، ونحطوه بالصحة والراحة. يقدر يتكال سخون بحال هكا وجبة رئيسية، ويتكال بارد شلاضة. إذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة، الصراحة كنتمنى تجربوه، كيجي زوين بزاف وعاد المذاق روعة. أنا حطيتو مع الجبن محكوك، أنا درتو كشكل شلاضة. نتوما كما قلت لكم ممكن ديروه وجبة رئيسية،
كيتكال سخون وبارد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ديروا لايك، واللي جرب الوصفه يجاوبني في التعليقات. ما تنساوش اللي مازال ما شاركش في القناه ديالي يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنبغيكم بزاف، السلام عليكم.